يا صباح النور والهنا والسعادة. فاكرين حكاية مستورد النصرية اللي أنا حكيتها لكم؟ فاكرين لما قلت لكم إن مستورد النصرية زي مستوردات كتير في مصر بيبقى فيها أرض شاسعة كبيرة جدا، وفيها على طول بيتم حرق القمامة، وبالتالي عمرها ما بتطفي، فبتفضل 24 ساعة وكأنها جهنم الحمر. مستورد النصرية كانوا فعلا بيسموه جهنم الحمر. وتحت هذا المكان كان بيبقى فيه دماسة الفول اللي هي المستورد. دماسة الفول في القصة بتاعتنا النهاردة، الشخص اللي قلت لكم انه بينزل ايدر الفول ويطلعها وعارفها بالوحدة، في القصة بتاعت النهاردة اسمه شحيبر. وتحت المستورد، الارض اللي بيتحرق فيها القمامة، يعني تحت دماسة الفول في الحمام البلدي اللي هو بيستمد حرارة جدرانه كلها من جهنم الحمراء اللي فوق خالص ودماسة الفول اللي تحتها. اللي عايز يعرف القصة دي مظبوط زي ما بتحصل فعلا في النصرية يتفرج على الفيديو بتاع مستورد النصرية، كنت عملته من فترة. لكن خلونا في شحيبر دلوقتي. شحيبر اللي كتب عنه الأستاذ يوسف السباعي هو الشخص المكلف بإنه يحط إدر الفول في الدماسة، والساعة مثلا 2 الفجر كده، ويقعد يستنى الفول لحد ما يستوي ويرجع يسلم القدر دي تاني للبياعين بتوع الفول علشان يبتدوا يسعوا على رزقهم الصبح. فشحيبر شخص عايش في وسط القمامة وقدر الفول ودرجات حرارة فظيعة، فطبعا يعني شغلانة صعبة جدا جدا جدا. وبالتالي في وصف الأستاذ يوسف السباعي ليه كان بيقول إنه شخص بالغ الاتساخ بسبب طبعا طبيعة شغله، وهو الحقيقة يعني الناس اللي بتشتغل الشغلانات الصعبة دي على راسنا من فوق. المهم انه هذا الشخص في يوم من الايام بيسمع صوت جاي من الحمام، وفي طاقة صغيرة قوي هو يقدر يشوف فيها حتة صغيرة من الحمام من مكانه عند دماسة الفول وفوق في المستوى. فبيتلصص شحيبر على الحمام، وطبعا يعني بتنتابه الخيالات وإلى آخره. المهم إنه بيروح بيغفى في النوم، لكن الحلم بيتحكي وكأنه شحيبر صاحي. فبينزل شحيبر بتغويه إحداهن وبينزل الحمام البلدي، ويا حرام بدل ما يعني يكتمل أمنياته أو خيالاته بيمسكوه في الحمام البلدي يحموه. والأستاذ يوسف بيقول إن الشخص اللي زي شحيبر تقريبا عمره ما بيستحمى، فلما بياخدوه في الحمام البلدي بيحموه، هو بقى راصد الحاله دي بشكل كوميدي جدا. وشحيبر بيستغيث لحد ما في الاخر، انتوا عارفين انه جوه الحمام البلدي في شخص بيستخدم حاجه زي جوانتي جلد علشان يعني ينظف الناس اللي في الحمام البلدي. فهو يا حرام الراجل بيفضل يعني انتوا فاهمين بقى، لحد ما شحيبر بيتآكل وحرام بيكتشفوا انه ما كانش عنده حاجة خالص، وبيطلع كله عبارة عن فراكات صغيرة، وبيختفي شحيبر وهو بيستغيث انه مش عايز يستحمى، كل ده بسبب حلم او خيالات محرمة. فدي القصة اللي بدأها الاستاذ يوسف السباعي، واللي اسمها بالمناسبة في النصرية، ودي اللي كنت بقول ليها وانا بحكي لكم على مستوى النصرية، بس اظن ان نهايتها فكاهية للغاية. آخر جزء فيها: ومنذ ذلك اليوم لم يحاول شحيبر، بيصحى وبيعرف انه حلم. منذ ذلك اليوم لم يحاول شحيبر ان يقترب من فتحات الحمام خشية ان تتحقق الاحلام فيضيع على حد قوله في شربة ماء. حرام شحيبر. ودي قصة النهاردة من السيدة زينب في النصرية، مستوى النصرية، اللي سمعت من سادة وسيدات أفاضل المقيمين في السيدة زينب بأنه لم يعد له وجود، وأنه فاضل منه بس جدار واحد متهدم. فآدي قصتنا النهاردة في النصرية مع شحيبر الغلبان. صباحكم فل وهنا على عيونكم. سلام.